جماعه ندعي وابواب السماء مفتوحه. فانا ضحكت، فين بقى فين السماء اللي مفتوحه؟ قلت لها والله كل واحد اضرب نفسه وكل واحد ادرى بذنوبه. لا منظري ولا شكلي كان وحي ان انا ممكن اتوب او التزم او حاجه زي كده. طب يا هلا نزلي قص، طب حطي مش عارفه الحلقه اللي طب لا مش كده يعني، طب اعمليها زي الخلايجه اللي هو الحجاب الخليجي ده. وامي اتصدمت يعني، لا او ليه وكذا وليه عملتي في نفسك كده انا اسمي هلا سمير، ما كانش حد بيصدق ان انا مفيش علامات للاسلام خالص عليا، يعني الاسم والشكل مش محجبه، فما كانش فيه علامات. يعني ايام اللي انا فيها بعيد عن ربنا انا ما كنتش محجبه، وانا ما كانش فيه حد بيرضى يقول لي بيخاف من منظري مش محجبه، فكان الامر ما فيش الله بتسمعيه. وانا طبعا ايه الحاجه يعني اللي لقاء قوي بقى، يعني مش عارفه ايه اللي بتلبس ايه وبتروح فين وقصص كده. يعني طبعا العل معايا مش ملتزمات، يعني العل انا قاعدين بيهم امر طبيعي ان انت واحده مش محجبه فتبقى كل الصحبه بتاعتك كده. يعني في مره تانية نبقى نحكي عن موضوع الشله. يعني دخلت الاخت وبتكلمهم عن فضل سور القران، فهي تبص لي فانا انتبه ان هي بصالي فبعد. طبعا هي شافت الدنيا، مين اللي محرك البشريه اللي محرك الدنيا دي؟ فلانه هاله دي. طب بتتكلم، قلت لها والله كل واحد اضرب نفسه وكل واحد ادرى بذنوبه. من انت واعظم منك واكتر منك، والله على الله عز وجل هداه وكتب له التوبه. انتوا مسكتوا، انت كل واحده فيكم اللي لا مطلع لي القصه من الطرحه، واللي لابسه جيبه قصيره لا ما هو يعمل صح يا ما عملش. طب يلا يا جماعه ندعي وابواب السماء مفتوحه. فانا ضحكت، استغفر الله استغفر الله من هذا الامر، فين بقى فين السماء اللي مفتوحه؟ بصيت زيهم زي ما بيبصوا من الشباك على السماء. هالاني المنظر مهما انا اوصف لكم دلوقتي مش زي ابدا ابدا لما انا شفته. وكأن الله يعني يجبر خاطري، يعني وما لي من اله سواه. يعني قرار محتاج كده انا يصلي بس، يا مش ما اعرفش انا نص لبه دي، يعني يعمل الامر كله يا ما اعملش. قفلت الدولاب بالمفتاح، وديت الدولاب المفتاح لبنوته كانت معايا في الغرفه، قلت لها ما تدينيش مفتاح الدولاب باللبس، من ضفر مرسوم عليه ورده، ضفر مرسوم عليه سمكه، كانوا بياخدوها تذكار من الرسم اللي على الضوافر. وبعدين قررت ان انا اغتسل، محدش قال لي ان تغتسلي، ولا حد قال لي ان في ركعتين يصوم ركعتين توبه، لكن هداني قلبي كده. شفتوا الجبل اللي كان بيبقى على كتفك والهم الثقيل اللي على قلبك؟ انا لما سجدت هم قالوا لي ان انت فضلتي ساجده تلت ساعه، فكان جل عليا كله اللهم صالحني. وجات الاخت جزاها الله خيرا تصحينا لصلاه الفجر، وكانت اول صلاه فجر، صليت الخمس صلوات. الامر الثاني اللي حصل قررت اتحجب، وقعدت تقريبا اسبوع ما نزلش الجامعه، علشان انا عارفه لو نزلت معرفش هعمل ايه، فكنت ناوي البس الحجاب بقى اللي هو ايه بيترفع كده وبتعمل كده. ليه تحطي الحجاب هنا والشيطان يمسكه وبدبوس هنا والشيطان يمسكه بدبوس هنا؟ وده فعلا الشكل اللي انا فيه حاليا هو شكل الحجاب اللي انا لبسته فعلا. طبعا تطورت بعد كده ولبست ونزلت. طبعا اصحابي في الجامعه مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه اقول لكم وانا معديه على يا تمر حنا تمر حنا خليتي بينا وبعدتي عن الورد كله مش عايزه واعملي يا طب يا هلا نزلي قص، طب حطي مش عارفه الحلق اللي طب لا مش كده يعني، طب اعمليها زي الخلايجه اللي هو الحجاب الخليجي ده. ابعدوا عني ابعدوا عني، ده انتوا اصحاب السو، اسكتوا اسكتوا. مش عارفه انطق القران، وراح بقى ايه للشيخ هسمع بقى اول ربع من البقر، وقفني في اول صفحه مش عارفه انطق، عينيا يعني مالت دموع. اشتريت اول كتاب، كان كتاب وصايا الرسول لعبد الله عفيفي، واقرا بقى والبنات اللي معايا كلهم. طبعا كلهم قرروا يتحجبوا، بقينا ننزل الصلوات كلها. كان بدايتي في شعبان، في اول شعبان، فلقيت اختي بتقول لي والله هلا احنا مش مأمنين عليكي خير كتير، لانك انت واحده اصلا يعني مش محجبه من البدايه، فامر طبيعي ان في اي لحظه تخلعين. عيطت بقى، ولكن كان لله عز وجل امر اخر معايا. اول حد يكلمني ان انا اعبد ربنا بحب، علمتني يعني ايه قيام. قلت لها ايه قيام؟ ايه بس بصلي الصلوات؟ وطبعا موضوع الصلاه ده امر كان جلل، يعني عايزه اقول القيام معناها ان انا صدق التوبه مع الله. وجربت وصليت. واحده تقول لي يعني ايه يعني ما كنتش بتصلي؟ قلت لها مش بصلي ومش منتظمه. انا عيطت،
قلت لها طب انت عندك حد سمعك؟ انا ما عنديش حد كان بيسمعني. ساعات البنات لما تيجي تحجب العيله ما ترضاش، وامي اتصدمت يعني، لا وليه وكذا وليه عملتي في نفسك كده. رحت لابي عليه رحمه الله، اللهم ارحم ابي يا رب. قال لي خدي الفلوس دي هاتي بيها اللي انت عايزاه. قلت له عايزه عبايه. قال لي عبايه ايه دي؟ جلابيه يعني؟ قلت له لا عبايه كده طويله عشان مش قلبت جيبات، انا عايزه عبايه. قال لي خدي، اوعي تقولي لامك اللي انا قلت لك، اوعي تقولي لامي، شو راجل عارف يظبط. بص اداني جيب عبايتين، انا جبت عبايه وجبت بالباقي بقى ايه شرايط كاسب بقى وكتب، وفرحانه قوي. واسمع بقى شريط، كان لسه شريط وفاه الرسول الشيخ محمد حسان، وعيط ومات رسول الله وانا عيط. وفي يوم من الايام سمعنا قصه الحسين نصها والشريط خلص، وانا اقول له ماليش دعوه لازم اعرف قتل الحسين يا ابي، انا عايز اعرف القصه. ما اعرفش اي حاجه. ودي برضو حاجه من الحاجات تفرح كل بنت، مهما عملتي روحي وارجعي. فاجي في القيام يلهمني الله دعاء اروح اسمعه في المسجد، بعد اروح الاقي اللي انا كنت بقوله ومش عارفاه ومحدش قاله لي الشيخ بيقوله في الدعاء وعيط. يا شباب فرصه تعودوا لربنا، فرصه تتوبوا لله سبحانه وتعالى. الان يا رب انظر الينا الان بعين الرحمه يا رب، اللهم من علينا بالتوبه واختم لنا بالصالحات يا رب، اختم لنا بالصالحات يا رب. اللهم جازي كل اخت اتكلمت معايا كلمه طيبه، جازيهم عني خيرا يا رب، اللهم جازيهم عني خيرا يا رب.